استاذ روبير عقيقي، احنا اليوم عنده بمنطقه كفر دبيان، بده يخبرنا شوي عن العنب يلي عم يعصره يخمره ويعمل منه مبيد، ومش حيلا مبيد. بلبنان في اصناف مبيد رائعه، بينما مبيد الجوره مزبوط كرم شغله كبيره، دقناها حبيناها، حبينا نعمل حلقه عن استاذ روبير. بدنا اياه هلا لاستاذ روبير يتحفنا بالمعلومات اللي عنده. يعطيك الف عافيه. يلا يعافيك، اهلا وسهلا فيكم اول شيء بكفر دبيان وبكرم جوره يلي هو بوادي فقره بكفر دبيان. نحن عندي سؤال قبل ما تبلش. اي تفضل. ليش عم نقطف بهالتاريخ بهالوقت؟ نحن اليوم بشهر شهر تسعة تقريبا ب 21 او 20 ماني متذكر 23 صرنا كمان. اي لك اربع ايام عم بتقطف بلشنا ب 20 100%. طاف العنب بيعتمد على عامل اساسي هو نسبه الحلاوه، في نسبه السكر. نحن بناء على قياس نسبه السكر بالعنب بناخذ قرار بالقطف او لا. يعني بتفحص، بتاخذ عينات، بناخذ عينات بنفحص وبنقرر اي متى القطاف. يعني نحن الريفركتوميتر اي سينك 100% 100% بيعطي نسبه السكر، او بالبومي بتعطي نسبه مئويه، يعني 10 يعني 10%، او على سكيل ثانيه اسمها بريكس. هلا الفكره انه نحن مفترض نقطع 12% سكر ليطلع عنا مبيد بجوده مقبوله. اوكي. هلا نحن شوي مأخرين السنه والسيزون، اذا لاحظتوا العرايش كيف صارت، كأنه خريف تغير لونه شوي، مشهل الموسم، مشهل تقريبا 10-15 يوم بكر يعني. ايه يعني قطفنا ابكر، كنا قبل في اصناف نتركها لتشرين الاول لاكتوبر. هنيه يعني مفروض نحن الاثنين او الاربعه اللي واصله، يعني بعد يومين نكون مقطفين كل شيء. بتقدر هالشيء نور التقس؟ اذا شتت بدنا نضطر ناجل، لانه الشتاء على العنب كمال البكتيريا بعتقد 100% بيشيل اليست والبكتيريا، بدنا نرجع ننطر اربع ايام لترجع تربع عن جديد، لان نحن بنشتغل المبيد طبيعيا، اسمه ناتشرال واين، مبيد طبيعي غير الاندستريال يلي بنشغل بكميات، بنتكل على الخميره الطبيعيه اللي عايشه على القشره لتخمره. ما بنزيد سلفايت يلي هو بنذكر ما ينقذوا من كلمه بكتيريا، هي خميره مثل اللي بنحطها بالعجين، مثل اللي بنحطها بال، نحن طبيعيه يعني بنرجع ننطر اربع ايام ترجع تتكتل طبيعيه وبتربى على قشره العنب تحديدا. نعم. على القشره. صح. منشان هيك الروزي والبلان المبيد يلي بناخذ العصير دغري ما بنخمره بالقشره، شوي الفرمنتيشن تبعه التخمير تبعه بياخذ وقت اكثر ودقيق اكثر، بيعذب. هلا الميزه الكرم هون انه على ارتفاع 1300 متر. نعم. يعني ببرعم مع باقي المناطق، مع البقاع لنقول لناخذ مثل، لانه بقاعنا مشهور بالعنب وعنبه كثير مرتب وبيعطي مبيد كثير ممتاز. تربه نحن لها تاثير. ايه التربه والشمس الواطيه اجمالا العنبه بترتكز على عنصرين اساسيين لتعطي نوعيه منيحه، هي النور والهواء. اوكي. بس هول اثنين كثير مهمين لها طبيعه نوعيه الارض، بس عم نحكي الاتموسفير. هون عم تبقى العنبه على اما يمكن 20 يوم او شهر زياده عن باقي المناطق تترجع تنقطف، هذا الشيء بيعطيها نوعيه. يعني عم تاخذ مويه زياده، عم تاخذ حلاوه زياده، عم تاخذ اذا بدك كل شيء المعقول، الخواص يلي موجود بالمغذيات عم بيكون فيها. ايه وعم تاخذ نور زياده وهواء زياده وتبقى مع اما زياده. واذا ملاحظين الارتفاع الكرم يعني هالبونت يلي فيه هالوقفه، هذا الشيء بخليه يتعرض للنور والهواء بشكل احسن. وكمان زيادة زرعه اكيد كمان. ايه اكيد اكيد. وكمان زيادة انه الارض هون هي ريد كلي سويل، يعني تربة حمراء كلسية. هيدي بتعمل درينج بقوة، يعني ما بتحقن مي، بتضلها منشفة. اوكي. هذا الشيء كثير العريشة بتحبه وكثير بتعطي فيه نوعية. يعني عندك كل الاشياء المنيحة يلي بتخلي الشتلة تعطي مبيد منيح. والشيء زيادة اللي صاير هون انه نحن هذا الكرم انطلقنا فيه كإذا بدك مختبر، يعني مزروع فيه اربع انواع عروج وفيه النوع القديم المرواح. اوكي. المرواح هني ما قلنا اللي بيعملوا منه العرق. المرواح هلا بنشوف له العنقود اللي بيعملوا منه العرق، نحن عم نعمل منه المبيد الابيض. نعم. المبيد الابيض عم نعمله بطريقتين. في تحدي. ايه. لانه ايه. ليه اللي بيعملوا مبيد؟ 100% 100% فيها تحدي، بس هلا كثير ناجح صار مبيد المرواح. أوكي. مع الكل عم ينجح، صاروا عم يطلع كثير طيب. يعني من احسن انواع المبيد الابيض. المرواح يلي موجود عنا بالكرم عمره يمكن من سنه 48 من لما اشترى جدي الكرم.
أوكي. يعني نصبيته بال 80 سنه على القليله يمكن اكثر، عم يحملوا منيح، عم يتشحلوا، عم يتظبطوا، عم يتشحلوا، عم يتظبطوا، عم يعطوا نوعيه تنبيد ممتازه فينا نقول. وباقي الاصناف زارعين بينو نوار، سيرا، كابرني فران يلي عم نقطفه اليوم، ولونه لونه بياخذ العقل. ايه ما هن بيشبهوا بعض، بس يلي بيشتغل فيهم بيميزهم اكيد. عندي سؤال لحضرتك، هالكرم كم متر تنعرف اللي حابب يعمل واينري قديش بده يبلش مينيموم؟ اكيد اكيد. او قديه عدد الشتول الموجوده عند حضرتك؟ هلا هيدا الكرم اذا حدا مفكر تجاريا بعد ما بيعمل بريك ايفن، لانه نعم. حجمه صغير، هو 6000 متر نعم. مزروع منه تقريبا 4000، فيه 2000 باقيين غابه مثل ما انك شايف، وفي اللوكال والطريق. هيدا تقريبا مزروع فيه 1300 غرسه. اوكي. لو انه سهل كان بياخذ اكثر. اكيد. عم ينتج حوالي 2500 قنينه. تمام، مش هينين. اي هلا بصناعه النبيد بيقولوا انه لازم تنتج 10000 او 20000 لتعمل بريك ايفن. هلا نحن عندنا كرمين غيره زرعناهم حديثا لل 2025 ليبلشوا انتاج. ان شاء الله بيزيد انتاجنا ان شاء الله يا رب، وان شاء الله كل المزارعين بلبنان يخطوا هالخطوه الحلوه، لانه غير انه يبيع ريزان دوتاب العنب يلي للطاوله اللي بناكلهم ببيوتنا، كمان نقدر نعمل منهم النبيد، نعمل منهم كثير اصناف مهمه لازم ننور عليها لحتى الكل يكون عندهم هالبوش يقدروا يشتغلوا. اكيد اكيد. حابب تزيد شيء عن المشروع عندكم؟ لا ما قبل ما ننتقل على المحل كثير حلو يلي حابين نشوفه على العصر وعلى الادواء. لا بس بقدر اقول انه هذا الكرم نحن واين جروور، يعني كرامين. ميزه الكرام انه غير يلي بس بيصنع عنبيد، يعني ممكن انه انت تشتري عنب او تستورد عنب وتعملون عندك، او حدا يكون شغل لك عنب تاخذهم منه وتعملهم نبيد وتتحكم فيهم بالطريقه اللي بتلاقيها بالتصنيع. نحن الافانتاج عنا انه نحن زارعينا وعارفين كيف مربيينا من الشلش، وبنقطفها وقت اللي نحن بدنا. اذا انتبهت بنقطف دغري بالصندوق بشكل كثير خفيف ورايق، وبنعصر دغري مع صوت ما يحمضوا 100%. صح، هيدا الشيء يعني نحن عاملين كنترول من الزرع للقنينه. بس انا هون بدي اقول شغله كثير مهمه عند الاستاذ، انه الواين اللي عنده اياه، النبيد اللي عنده اياه هو اورجانيك ومعه شهاده من برا انه هذا النبيد منه مرشوش، مش محطوط له كيماوي، وعاملينه بالطريقه المضبوطه تيكون اورجانيك 100%. وكمان الاعشاب ما منرش هربيسايد، يعني دواء للعشب ولا شيء، كلها بتنحش او بتنحط على كعبه تضلها رطبه 100%. رح ننتقل على المحل اللي كثير حابب انا اطلع اشوفه، ومش بس نشوف كيف بيعملوا الانبيد، بدنا ندوق الانبيد. اي اهلا وسهلا. كرم 6000 متر منوع باصناف كثيره من العنب، بتصور 4-5 اصناف. هال 6000 متر عم بيصيروا بصناديق، يجوا لهون، هون بدنا نعصرهم، نخمرهم، بعدين لهم كذا مرحله تيصيروا بيض، وبعدين بننزلهم على السوق. بدي اياك تخبرني من هيدا الصندوق بس نحطه هون، بقيه الطريقه شو لازم نعمل؟ بقيه الطريقه من هيدا الصندوق، هيدا الصندوق مثل ما انك شايف. نعم. بدنا بهالماشين يلي هون قدامنا. صح. ماشين صغيره طبيعي، على سكيل اكبر في اكبر بكثير. صح. هيدا العنب بينزت بقلبه هون. بحب ذكر استاذ روبير بيقطف دغري على العصر،
ما بيحطهم فوق بعضهم وبيعمسهم وهيك هالمشاكل، بيقطف بالصندوق حبي واختها بالصندوق بيجيبهم دغري على العصر كما يصير فيهم مشاكل. 100% هيدا الصندوق بينزل العنب بهالماشين طبيعي مندورها، بتاخذ العنب بتفصل الحبه عن الستام، تفصل الحبه عن الستام، الستام يعني الغملوش، الغملوش بيروح على ميل بصفي هيك مزلط، والحبات بينمعسوا وبيظهروا على الخماره. سوري بس نقصد الحبات حتى البذرة اللي جوا، حتى البذرة حتى البذرة، انا بس اكلت منهم فيهم بذر 100% حتى البذرة بذرة غنية بالفيتامين او كمان 100%. هلا القشرة هي اللي بتعطي اللون للنبيذ الاحمر، القشرة هي اللي بتعطي اللون للنبيذ الاحمر، قشرة الحبة قشرة الحبة، لان احنا لما بنكبس الحبة مثل ما بتشوفوا نقطة العصير يلي بتظهر منها بتظهر أو بيضة أو شفافة أو شفافة على روزيه، ما بتظهر حمراء. لما بتنمعس القشرة وبتتخمر بقلبها بتاخد اللون الأحمر. هاي المرحلة بنسميها التخمير الأولية أو primary fermentation. يعني عصرنا هون عبى هيدا البرميل او هيدا الكونتنر 100%. شو بيصير من بعدها؟ هاي المرحله بنسميها برايمري فيرمنتيشن، يلي هي بضمن هالمرحله اليست الخميري اللي موجوده على قشره العنب او البكتيريا بتحول السكر لالكول. اوكي، بهالمرحله التخمير الاولي 100% صار عندنا عصير عنب بقلبه فيه الكول. صح، يعني بتشرب الكول بكون نسبته عاليه، نسبته حسب نسبه السكر مور اور ليس، يعني 11 12 13 حسب نسبه السكر مفروض انه يكون تارجت الكول بالعصير. من بعدها بنترك هالتخميره يلي هي بتاخذ مثل ما قلت لك من 5 ممكن تاخذ 20 يوم حسب الطقس حسب الخميره، بنسحب العصير. سوري هون بنقول حسب الخميره، حسب الخميره الموجوده على الموجوده على العنقود، مش نحن عم نزيدها، لا ما هي الخميره الموجوده على العنقود، لان نحن اذا زدنا خميره نرجع ننطر يصير في خميره 100%. نحن اذا زدنا خميره بتصنيع الامبير بنكون حاكمين الوقت ومتحكمين بكل شيء. صح، مش هيك نحن ما عندنا تحديد للوقت 100%. نعم. من بعد هالمرحله بنسحب العصير. نعم. بننقله على جوا الكاف على قلب خمارة تانية نفس الشيء، باقي القشر والبزر بننقلهم على هالبريس إدروليك على مكنة الكبس، بنكبسهم بناخد منهم الأسترنجنسي المرورة والتنان، في تنان قشرة العنب كمان هاي اللي تبقى بالتم، واللون الماكسيموم مندوق منقرر كواين ميكر يعني، وبنرجع كمان بنزيدهم على هيدوليكي، وهيدا القشر اللي بيبقى بنرجع بنرده كمان على برميل تاني بنتركه سنه تانية بيجي يتحلل بيجي بيعطينا خل. اوكي، بتبيعه خل ساعات؟ بنبيع خل كمان ساعات لتاني نكست سيزون يعني تاني سنه. هيدي جوا بقلب الكاف هالعصير العنب يلي صار فيه الكول بينضبط بشابو فلوتان او اير فارب او صمام هواء، بسحبه مثل منفخ البسكليت 100%، ببطل ياخذ اكسجين بس بيقدر يظهر كل النفس تبعه. اوكي، هيدي بسموها مالولاكتيك فيرمنتيشن، يعني بتحول المالك اسيد انتو لاكتيك اسيد، بتعطينا هاللاكتيسيتي هالطعم الطيب بالمبيد. هاي المرحله ممكن تخلص بثلاث اشهر، ممكن تبقى 9 وممكن تبقى سنه. وصديق اكوا ليش هي بتقرر كمان المبيد، هن بيقرروا شو بدهم يعملوا. كيف تفحصهم كل فتره على الدواء او لا؟ اول شيء على الدواء، بعدين في مثل سترايبس بتحطهم بتحدد لك اللون اذا اكتملت التخميره، وفي ميزان لها كمان اسمه ماست ميتر. يعني اذا طولت كثير بصير عندك خساره؟ لا، بمعنى لا خساره بمعنى الوقت، الوقت لانه ممكن البراميل عندك اياهم ساتوري، ما عندك كثير زياده 100%. بس هي ممكن انه كمان نحن المبيد نرجع نقصد ان نخليه اتش زياده، لا مرات بنذوقه بنحسه بعد ناقصه، لازمه بعد يبقى أكتر. مرات بنعملها بالأناني، مرات بنعملها بالخماري. فينا نفرجي الفلوتور كان بين إيدينا هلأ هون؟ يمكن نرجع نفرجيه بغير إيه هلأ لما نبلش نعصر منفرجيه ومنفرجيه لأنه هلأ ما دورنا. صح. بالنسبة للروزي، لنبيد الروزي هون عم نحكي عن أي نبيد؟ عن الروج، عن الروج. أوكي. الروزي والبلان مختلف تماما عن هون. الروزي بنعصر العنقود بناخذ العصيرات على الطريقه البدائيه. نحن على الطريقه البدائيه لانه المكنه تبعه كثير كبيره وبدك ضغط كثير قوي تقدر تاخذ الزوم. على الطريقه البدائيه بناخذ العصير دغري من الاحمر، هذا بيكون روزي. اوكي، والابيض بناخذ العصير دغري من العنقود على الابيض.
في ابيض ثاني بنعمله اسمه سكن كونتاكت. سكن كونتاكت ليه سكن كونتاكت؟ ايه سكن كونتاكت، سكن وذ ذا سكن، يعني مع جلده العنبه مش مع جلدتنا نحن. الاحمر هو اصلا سكن كونتاكت، مشان هيك ما بنحكي عن هالتكنيك. بس بالابيض، بما انه الابيض بيتاخد بس العصير، لما بنخمر ابيض بقشرته بنسميه مخمر بالقشره، يعني سكن كونتاكت. شي مره جربت تخلط نوعين مختلفين تنفترض هالنوع مع نوع تاني وطلع عندك نوعية جديدة من الامبيد؟ لا، أنا على الأشياء أنا بأساس شغلي بآمن بالتروار وبالفاريتي، يعني بآمن بالأرض وبنوع العنب، يعني بحب أشتغل مونوسيباج، يعني مثلا الميرلو لحاله، السيرا لحاله، الكابرني لحاله. أول ما عطيت أرضنا عطيت العنب، لما بتكون الشتلة العريش جديدة ما بتعطيك امبيد فيه وزن. أوكي. اضطرينا نعمل سيباج، يعني نخلط لنخلق بوكيه، نخلق طعمه طيبه بالمبيد. هلا 2020 مبيدنا كله صار فاريتال، يعني صار. طب اللي خلطنا قبل ليش طلعت منها؟ خلطنا قبل بس كانت ناجحه، ليه ما رجعت عدتها؟ لا، ما كمان الفاريتال ناجحه. نحن بعدنا بمرحله، نحن بنعتبر بعدنا صغار كثير بهالمجال. بعدنا يونغ. نحن اول قنينه عملنا لها باتلينج هي 2014 للسوق يعني، وهلا صرنا 2021، يعني بعدنا كثير صغار، بعدنا بيبيز بالعالم الامبيد. فبعدنا بمرحله ما وصلنا على استابيليتي. اكيد صار عندنا انتاج طيب وعندنا امبيد طيب، بس ما وصلنا على محل نقدر نحن نكون مقررين وين ونحن نحكم هالامور. رح ندور هالمكان اكيد، نشوف كيف بتعصر، كيف بتكب العمشوق هون 100%. 100% في ندور. اي يلا، صوتها قوي شوي. يعطيك ألف عافية. المكنة صوتها قوي بس يعني هيك لازم تعمل نتيجة منيحة. بعد ما خلصنا عصرنا هون، شو عنا تاني قتل؟ هلا صار هون موجود عصير العنب. صح. مع القشرة والبذرة. صح. من بعد ما تكتمل أول تخميرة مثل ما حكينا، بناخذ منهم العصير وبنكبس البقية بالمكبس هون. صحيح. ناخد باقي العصير كمان لجوا، وهيدا القشر اللي بيبقى بيروح على الخل. اوكي. والعصير هلا صار جوا، يعني كل شيء بيفوت لجوا بيكون عصير بدل جوا 100%، بدل جوا ليصير مبير ويتعبى بالأنانة. هيدي كم لتر؟ هيدي 600 لتر.
بتعمل كم واحد كم لتر؟ اللتر بيعمل قنينة وربع، وبدك أوكي. كيلو و200 جرام عنب ليعملوا لك قنينة، ليعملوا لك لتر. اوكي، هيدي معلومة بس حبيت أعرفها. كيلو حسب المروايح، مثلا كيلو 100، بينو نوار كيلو 300، الكابرني أقل كمان شي كيلو 200 جرام بيعملوا لتر عصير. لتر العصير بيعمل أكيد 750 قنينة، بيعمل قنينة وشوي. رح ننتقل من هون تنشوف جوا شو بنشتغل وشو بنعمل وكيف بندوق البيت كمان. ايه يا اهلا وسهلا. يا اهلا. عصير العنب نفوتهم على الكاف. نحن بالكاف شوي الإضاءة شوي خفيفة، ما عرفنا بالضوء كثير طبيعي. خبرنا شوي هون شو بيصير. هون أول شيء هذا الكاف ضروري تكون الإضاءة فيه خفيفة طبعاً. هلا فينا نضوي لوقت محدود، بس نحن حطينا خفيفة أساساً. هيدا على طول الحرارة فيه مفروض تكون تحت العشرين مثل ما شايفين بين دغري الساعة، يعني بتكون بين 12 و16 17. أوكي، مجهزينه على هالأساس. لما بيكون الكاف طبيعي مغاره تحت الارض او شيء بتحافظ على الحراره لحالها، بس هون نحن ما عندنا مغاره. فتحنا الابواب وفوتنا الكبريت 100% 100%. طلعت شوي طبعا. هون بالكاف بتصير ثاني تخميره للاحمر، بنقلها بالولاكتيك فرمنتيشن، يعني تحويل الماليك اسيد للاكتيك اسيد. اوكي، وللروزي والبلان للزهري والابيض بتصير اول تخميره وثاني تخميره، لان الزهري والابيض لازم يتخمر بحراره تحت العشرين. اوكي، هيدي الضرورية. وكمان هون عنا محل بنحفظ فيه حوالي 1000 قنينة من إنتاجنا، وهلا بقدر كمان أفرجي عرضهم كتير حلوة، بس بدلك معنا لبعدين. بقدر أشرح لكم عنهم أكيد جوا عقم شوي. هلا بشو كيف هلا منجيبهم ومنحكي. وهون هيدا مثل ما بتشوف، إذا بتحب خلينا أقرب. ميزته للكاف، لا بجيبهم طبعا بتبين ميزته للكاف انه كمان ارضه بتكون مطليه بشكل ما يشرب ماء وما يعمل كونتامينيشن مع شيء. يعني ما يعمل شو بدي اقولها بال شي، يعني ما بيعمل شيء مثل بكتيريا او شيء منشان يلوث الخمار. يعني دهنينه بمواد خاصه 100%. هيدي اول قنينه بننتجها. هي انا رح اوقف هالمهل ايه احلك تصير ترجع تجيبه. رابروم 2019. هيدي معموله من عنبة البينو نوار. اوكي، عنب احمر. خلي اعطيني بليز. تاني نوع بنعمله هو ميرلو. ميرلو معموله من عنبة الميرلو. هلا طبيعي نحن مميزين قنينتنا بشغلة، هي شبع. اول شيء استاتيك مو حلوه، ثاني شيء تقنيا بتحفظ المبيد احسن، شمع هرمتيك بتسكر 100%، مختومه بالشمع السخن، يعني بتنحط بالشمع. هلا بنفرجيكم كيف، وبتختم القنينه نهائيا، يعني مع الفلينه اللي حاططها عم تعطيها تقنينه ثانيه انه تتسكر. ما عم نحط الكاب العاديه يلي معموله من ورق. يعني كم نوع؟ هن اربعه احمر. أربعة أحمر. ثالث نوع أحمر هو الديوراد. هيدا محطوط الكابرني فران عم بالإطلاق. ليه مسميه ديوراد؟ ديو لأن هيدي مثل ما سألتني قبل، عاملين سيباج، عاملين خلطة. حاطين 10% بينو نوار و 90% كابرني فران، لأن عملها طعمتها، لأنه الكابرني كان شوي القوة طبعه قوي. بال 2020 صارت كابرني فران. أوكي، مشان هيك سميناها الديوراد.
عندك جايزة لها هون بعتقد؟ لا هيدي فاينست واين يعني منا جايزة، لا هي مثل ماركتينج معنا نحن بعد قريبا نشوف الجوائز ان شاء الله. وهيدي الشيراز هي عنبة السيراه، عنبة السيراه بينقال لها شيراز كمان، انا حبيت اسمها كشيراز وسميتها. وانا الالوان يلي مشمع فيها تقريبا بترمز، يعني لما بتسكب البينو بالكاس بتحسه محمر، الكابرنيه بتحسه راعه برضه، الشيراز بيعطي على موف حسب شو اللون اللي جوا حتى شو اللون اللي بيعطيه الامبير. مش غلط. هلا بيبقى عندنا ثلاث اناني هن الروزيا. نعم رح جيبهم فرد مره طبعا ضلنا نعذبكم. خلي عن حضرتك تعال. عندنا الروزيا هي اللي عم نحكي عنها، الروزيا هي معموله من البينو نوار، يعني العنبات يلي بهالقنينه هن زيتهم بهالقنينه بس مسحوبين بلا ما يتخمروا بالقشره. دكر طلع لنا الروزي البينو نوار، وبيرجع هون رجعنا على المرواح. المرواح مثل ما قلت بنشتغله بطريقتين. المرواح مزروع من زمان باللبنان، مزروع من زمان اكزاكتو، كانوا يعملوا منه العرق، فكان كثير مشهور بالعرق، ومثل ما ذكرنا قبل شوي قلبك قوي انك تعمل منه مبيد. يعني هلا اللي هي المرواح تصديقا كمان لكلامك من 1800 هون بمنطقتنا كانوا يعملوا دبس وعرق ومبيد حلو. اوكي الفينو سانتو يعني المبيد كانوا الديوره يعملوهم كثير 100%. نحن هني بعد رح نرجع نعمل الفينو سانتو بس يصير عندنا كميه اكثر. اوكي ورح نكمل بالبلان الابيض والسكين كونتاكت يلي بيتخمر بقشرته. هيك اذا بدك تفرجيها على الكاميرا الدنيا. هولي كمان اثنين مرواح بس لأنا معبى قنينه بالاذن، معبى قنينه سكين كونتاكت بلون فاتح بس منشان فرجي اللون. اوكي قد ايه بيفرق السكين كونتاكت عن الابيض؟ يعني عندك عائله تنبيت حلوه كثير. حرام تعمل لها ستاندات حلوه وتعرضها والناس تتعرف عليها. نبيت الجوره انا مش بالصدفه جيت لعندك، احنا دقني وشفنا طعمته الطيبه، عرفنا قد ايه مهم، فتشنا عليك وجينا لعندك من هالمنطلق. حبينا نيجي لعندك وميرسي للمعلومات اللي عم تعطينا اياها. ما بهمنا كثير نروح على محلات كثير كبيره، بهمنا كثير الناس يلي مثل افضالك عم بيعملوا كافيهات ببيوتهم، عم بيعملوا هالدومين الحلو الزويق يلي بده شغل، بده نظافه، بده فكر وبده وقت، وعم بيطلع انتاج كثير منيح. في شيء بعد خبرنا عنه بالكاف؟ ما في شيء. هون كم لتر مبيد بيصير؟ شفنا عندك كثير هلا بتاخذهم كم؟ هن منهم كثار فعليا، هن يعني عندنا الكاباسيتي تبع كل واحد، يعني ساعة كل واحد 600 وهيدا 300. هون بساعة 4 600 وبساعة 5 4 6 300. بس بيكون على طول في شيء فاضي لأنه في شيء دائما عم ننقله من واحد للتاني لما بيرقد، لأن نحن ما بنستعمل كلاريفاينج ايجنت، يعني نحن بنتكل برجع بقول على الخميرة أو البكتيريا الطبيعية اللي عايشة على قشرة العنب، في مادة السلفيت أو الميتابيسلفيت بيزيدوها كل مصنعين المبيد تيحفظوا إنتاجهم من التخلل. هي بتوقف التخمير، نحن ما بنستعملها أبداً. أوكي. وما بنستعمل كلاريفاينج ايجنت يعني المواد التنقية. أوكي المواد التنقية كيف بتنقيها؟ بحطوها بالمبيد هن مثل البنتونايت أو زليل البيض أو جيلاتين البقر، يعني في أشياء كبار بعد كيميكلز أكتر تتنزل السيديمنت لتحت ليخلوا المبيد بيور. نحن منرقده طبيعيا يعني مننطر، يعني تاخد معك وقت أكتر إيد للكعب بنرجع نسحب وبنرجع نطبخ. أي تاخد معنا وقت أكتر، تاخد وقت وبتخسر أكتر 100%. بتخسر. هون عندك فيلتر؟ فيلتر بابيه إلا بالأخير ما يطلع لنا كثير شقف، يعني انه اليوم نحن تيكون عنا قنينة مبيد نقدر نطلع فيها ونشوفها شوي نقية. هلا بدل فيها شوي طبيعي شوي الترسبات لان نحن ما بنستعمل كلاريفاينج ايجنت. مشان هيك على المبيد تبعولك مكتوب عليه بيو، محطوط ناتشرال واين، ناتشرال باردون ناتشرال واين، ومذكور من وراء انه نحن زراعتنا عضويه 100% ومعنا شهادات فيها، معنا شهاده بالزراعه العضويه. هلا رح نصور الشهادات ونعرضهم، وبذات الوقت بدنا نشوف كيف من يلا ناطرين الشمعات ليدوبوا. رح نتفضل وعزبناك، ميرسي، رح نرجع على سلامة. تطمن بالك اكثر
ليكون بيدك غير شكل، عم تحط الشمع فوق الطبي اللي عم تحطها او فوق الفلينه اللي عم تحطها، اللي بتكون كثير قاسيه دجا ومحطوطه بطريقه كثير مسكره، عم ترجع تطمن بالك اكثر، بتتكلف على الشمع يلي هلا سخناه من شوي، اكيد شفنا شفتك عم تعمل هيك، لازم يضل نازل فرد سحبه لحتى تسترجي صح لتقدر تعمل الغطا الفلين. بعملها انا؟ اذا بتحب مول وحده وانا بعمل وحده. يلا فرجيناكي. وانا هيدي القنين الكبير طبيعي بتنزل لدرجه معينه اوكي، بنرجع بهالطريقه بنبرمها بنبرمها بنبرمها، بدنا نضلنا نبرم ليبطل ينزل شمع بالاخر، لما بتحس من هون سقعة قبل قدام ولا لكن نقطة وين صارت فوق، كل قنينة بتاخد معنا هيدا الوقت لا تتشمع، بنرجع بنحطها منشان تنشف. انا رح اعمل تبع المبيت فيك تجرب طبعا تبع المبيت تبع الخل بدنا نذكر كمان انه عند استاذ روبير كمان عندك خل، وخل عنب نوعية كتير طيبة وكتير منيحة، أصلاً لونه بشهي يعني عن جد. هلأ أصلاً منشوفهم اللي بقى نعمل هيك ونفوتها لمحل معين أوكي إناف، وهلأ بلش نبرم 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 100% طيب طوش إذا تحس بطل في لمعة صح بيكون صار فوق بترجع بتجلسها. هلأ نعملها هيك وأنا نبرم. يعني نزلت معك شوي بس ماشي الحال، بس حلوة طلع ايه بتطلع حلوة كل الأحوال فيها تطلع هيك ايه قصدت مرة هيك لأن ليك برمناها مثل الطربوش ايه برمناها قبل ما تنشف رجعت راحت لتحت، فينا نعدلها مرة تانية ايه تركها نزول عم نتعلم شوي شوي ايه هي قصة طلقة ايد غير محلات ما بيعملوها ما بيتكلفوا على الشمع لأنه ديجا صار مكلف، بس عند الاستاذ روبير هون بحب يعمل كل شيء على الاصول مش الكهرباء اجت الكهرباء بعد بدها شوي يمكن لا لا مشي حالها هي مشي حالها ما بقى تنزل هي وانا هنية شكلها بشهي بس تكون مسكره بهالطريقه اي هلا هيدي هي خالصه قبل نعم. بس انه طريقه شيلتها هيني حتى حد يفتح اي اكيد حتى انا مرات بيطلع معي يعني انا ما غلطت كثير ايه بيطلع معي سقط انا عم بشتغل مرات بيكونوا اسخن شوي اجمد شوي بالنسبه للطريقه بردون بيكون ختمناها ارمتيك ما بيطلع ما في بالنسبه لفتحه في طريقتين ما ضروري نشتغل بالشمع كله يلي تحت الراس اللي فوق او منقص هيك رونديل من هون نعم او منفوت هيدا السكرو دغري فيها بنسحبها نص سنتي بننظف ومنكفي السحبه وبس وتبقى عليها دكر. بالنسبه للخل ماشي بنعمل لها كراك بينكسروا بنشيلهم وبنفتحها رح نعملها خسرك قنينه يلا ما بيأثر بنرجع بنشمع غيرها فوالا فيك هيك تشملها ريحتها وندوقها كمان اذا بدها فوالا سلبي فوالا فينا نرجع نحطهم فينا نرجع نحطهم بيرجعوا بدهم 100% بس انه اكيد يلي حيشتريها ما حيرجع عن جد ريحه الخل رائعه. بدك تخبرنا على كيف بتفحص العصير اللي عنا بتعمله عندك؟ ايه اكيد بعرف شفت هالادوات قدامك وهيك بنطمن بالنا كمان على طريقة الفحص نعرف شو عم نشرب بنبيد من عندك. الأدوات بسيطين كتير نعم. نحن عنا بريكس ميتر يعني بيعطينا نسبة السكر على سكيل بريكس يعني نعم. كيف فهرنهايت دوغري سلسيوس صح. أول شغلة نحن بنخدها لما منجيب بنبيد بنشوف حرارة التأس بنسجل قد ايه الأتموسفير اوكي حرارته بأي نحن تأس عم نشتغل نعم. إذا جوا بالكاف شيء أو برا شيء منرجع بناخد من بعد ما نعصر من أحد الأشياء اللي بناخدها للنبيد هي حرارة النبيد فينا ناخدها أو بهيدا الميزان بنحطه بالواين هيدا خاص للواين لا خاص لكل شيء اندستريال يعني بنحط بيعطي الحرارة بيبحثوا فيه اللحمي 100% أو هيدا فينا نضوي كمان بناخد الحرارة بس هيدا دقيق أكتر لأنه بينزل بقلب الليكيد بقلب الليكيد تالت مجر رح ناخدها هنية بما أنه أنا جبت مسطرة روزي من برا في عنا مسطرة في عنا أول شيء البريكس هون أنا رح أحط نقطة لا ما بيأثر بنحط هالنقطة بس على البريزم مندوره ما بعرف إذا في زوم أبرمو لهون هلا برجع مثلا هيدا بيعطيني بريكس يعني إذا لاحظت هو لما دورته نعم بيعطي إنه بولي لقى بريكس أوكي بعمل له ريد أدي عطاني 24.9 24.9 بقسمها على 1.8 بتعطيني البومي تنكون نحن أكيدين من النتيجة
منعبي هون اذا بتقسم 24.9 على 8 قد ايه بتطلع؟ سوري ليك نقطنا على 1.8 بتطلع طبيعي بتطلع عنا 13.83 ايه هنية هيدا 13.84 ايه مزبوط 13.84 اذا بنحط البريكس متر نحن بنشوف انه رح يمكن يفيض لا بدي زد له بتحس انه طلع يعني هيدا ال 15 اوكي رح زد له بعد شوي لانه تبين طلع 1 2 3 13 ونص وشوي ما بنقدر نقفره 100% مشان هيك بنستعمل هيدا داكو. يعني نحن يعني عاد عم تفحص الاثنين دائما تا كون مريح راسي ثالث شغله بنعملها يلي هي اساسيه كثير بالمبيد بصناعه المبيد هي البي اش بي اش يعني نسبه الاسيديتي فيه اكيد هذا الروز مثل ما شفته اوكي اللي هون الروز البي اش كمان نحن عندنا بي اش متر ترجع هون مشان ما نطلع الارض بي اش متر بسيط كثير هو بس ندوره ونحطه بالعصير بيعطينا وحده نسبه البي اش يعني هون البي اش تبعهم هني بدل يغير هو طالما عم يطفي ويضوي يعني بعد ما ثبت 2.7 مفروض يكون 2.56 او شيء 69 2.7 يعني 2.65 2.7 شو الايديال تيكون الايديال هي هيدا هو يعني اذا بتعمل سيرش على الريد واين ريد واين مفروض يكون بين 3.5 4 هلا المعلومه شوي اوكي ضايعه مني وهون المفروض يكون بين 2.5 2.7 يعني كثير كثير منيح 100% كثير منيح بدي اقول لك يعطيك العافيه ميرسي على البدايه تفضل لا كنت عم اقول انه السبعه هي الناتر قدام ننزل على الصفر بتكون الاسيديتي عاليه طبيعي برجع اقول لك يعطيك العافيه ميرسي للمعلومات الحلوه بقول لك يعطيك العمر الطويل والطريقه الحلوه اللي عم تشتغل فيها شفت اخواتك عن بعيد هيك بيساعدوك يعطيهم الف عافيه كانوا هيك الجند المجهول الجند المجهول 100% 100% وبدي كمان اقول انه مش بس المبيد الطيب عند استاذ روبير بدومين جورا كمان عنا الخل الخل يلي عن جد شكله رائع برزنتاسيون تبعيته كثير مرتبه ريحته كثير طيبه واكيد الطريقه اللي عم تشتغل فيها هي ذاتها عن طريق المبيد يلي هي غير شكل 100% بقول لك كمان مره ثانيه ميرسي على استقبالك عنا لا استقبالنا عندك ويعطيك الف عافيه يا اهلا وسهلا فيكم